وينضم إلينا من الداخل فدوى المرابطي مراسلة الغد. إذن فدوى، ما هي أهم نقاط التوافق التي تم التوصل إليها بين الجانبين المغربي والأمريكي في مباحثاتهما؟ نعم، في البداية لابد من الإشارة بأن هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الصحراء المغربية وإلى الجنوب المغربي. مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد على عمق العلاقات التاريخية مع المغرب، وكون المغرب أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد أيضا على الجوانب المشتركة: اتفاقية التبادل الحر، اتفاقية التعاون العسكري، مكافحة الإرهاب والعديد من المجالات. وأكد أيضا سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير هذه الشراكة في القادم من المحطات، وقال على أن هذه المحطة هي بداية وستكون استمرارية لعدد من التعاون في العديد من المجالات الأخرى. مؤتمر وزير الخارجية المغربي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي استعرض خلاله الجانبان أبرز نقاط التوافق في لا سيما في السياسة الخارجية في عدد من الملفات، في الملف الإيراني، الأزمة الليبية، فنزويلا وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أن هناك تقارب كبير بين البلدين في هذه الملفات. أيضا بعد هذه الندوة الصحفية كان هناك لقاء حضره سفير الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد فيتشر هنا في الموجود في الرباط وهنا بمدينة الدخلة، وكان بمثابة إعلان عن أول خطوة لتنزيل القرار الرئاسي الأمريكي الصادر عن دونالد ترامب في 10 من دجنبر الماضي، والذي أعلن من خلاله اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على أراضيه وأقاليمه الصحراوية، بما في ذلك افتتاح قنصلية. الوفد الأمريكي زار، حسب السفير الأمريكي، زار عدة يعني مناطق أو عدة مقرات، سيتم اختيار واحدة منها من أجل أن تكون قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الدخلة. وصرح بأنه ستكون هناك لجنة أمريكية ستحل بمدينة الدخلة خلال الأيام المقبلة للوضع آخر الترتيبات واللمسات الفنية والتقنية المعبول بها يعني في جميع التمثيليات الدبلوماسية الأمريكية عبر العالم، في أفق يعني افتتاح القنصلية بشكل رسمي لربما الأسبوع المقبل، أي الأيام القليلة المقبلة. السفير الأمريكي أوضح أيضا على أنه ما توصل إليه المغرب اليوم والولايات المتحدة الأمريكية من تفاهمات كبيرة ليس وليد هذه اللحظة، وإنما هو نتيجة عدد من الترتيبات كانت في عدد من الإدارات الأمريكية السابقة، ولتهم تحديدا إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بل كان هناك يعني تواصل مستمر بين الجانبين. كما أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل واضح وصريح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل إنهاء نزاع الصحراء المفتعل، واعتبره الدبلوماسي الأمريكي أنه حل دائم وفعال وناجع من أجل يعني حلحلة هذا النزاع المفتعل. أيضا كانت هناك العديد من التصريحات الإيجابية، وكانت هناك كانت تعبير عن مشاريع مستقبلية. نتواجد مدينة الدخلة فقط للإشارة، هي شبه جزيرة تمتد في المحيط الأطلسي، تتوفر وهي في أقصى الجنوب المغربي للصحراء المغربية، وتبعد بحوالي 600 كيلومتر عن الحدود مع موريتانيا. هذه المدينة تزخر بالعديد من المؤهلات، لا سيما المؤهلات السياحية، المؤهلات الاقتصادية، والتي ستشكل منطلق تعاون مستقبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المغرب في عمقه الإفريقي. إذن كانت هناك إشارة إلى العديد من النقاط: تعاون دبلوماسي، سياسي، وأيضا شراكات. وصلت الفكرة والصورة كاملة من الداخل فدوى المرابطي مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك.